الشيخ وفقكم الله، هذه مدرسة تسأل فتقول إنها تسمع للطالبات القرآن، ثم إذا أخطأ الطالبة فإنها لا تريد أن ترد عليها الخطأ مباشرة حتى لا يحسب عليها في الدرجة، فتقرب لها ذلك بالمعنى بشرح الكلمة أو بالإشارة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا حكمه المشي على النظام، نظام الاختبارات تمشي عليه مع الطالبة هذه ومع غيرها. نعم.